اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ صباح الفل. الله يخليك. حلوه البدله دي انت مصممها ازاي؟ ده دي لسه جديده، ما اتدربت فيها مفك. والله دي اول لبس. الثاني لبس. دي تاني لبس. طب كويس والله، انت يعني جاي لنا جديد كده. طبعا. بس انت اللي بتصمم ده ولا حد بيصممه لك؟ انا ليا ترزي اشرب فجله اللي هو بتاع كل مره، بتاع اي بدله انا عندي. يعني اشرب فجله هو اللي بيصممها. ولازم يبقى فيها كل الالوان والحاجات دي، والجزمه كمان معاها والسلاسل والحاجات دي كمان، والمفاتيح دي. طبعا المفاتيح دي كلها ليها مفتاح الشقه ومفتاح البيت ومفتاح الشارع. طب انا اكمل معاك في المفاتيح دي، بس هقدم سيد ابنك. يا سيد اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور. وعدويه، يا عدويه اهلا بيك. منور عمو، الله يخليك. والحفيد كمان احمد عدويه. احمد عدويه. انت سميت عدويه واحمد عدويه حبا في عدويه؟ طبعا، عم احمد ده حبيبي، اقل حاجه الواحد يسمى على اسمه. يعني انت سميت فعلا ابنك على اسمه؟ اسمه على اسم احمد عدويه. وبعدين هو اسمه عدويه، وبعدين الحفيد كملته بانه بقى احمد عدويه. ما هو عايز يقول لك ايه؟ عدويه احمد عدويه شعبان عبد الرحيم. الاسم هو كده، ما هو كده. يعني احمد انت اسمك ايه دلوقتي بالكامل؟ احمد عدويه شعبان عبد الرحيم. احمد عدويه شعبان عبد الرحيم. دخلت مدرسه؟ ليه يا عم شعبان؟ ما بدخلهمش. ما هو داخل المدرسه بتاعتي. بغني. لا انت خلاص بقيت بقى ما شخصيه عامه ومشهوره عم شعبان، تدخل احفادك المدارس؟ لا بيروح هو، بس يعني ايه، ما بيرضاش يقوم الصبح بدري، عايز يروح بمزاجه هو. يعني ما يتعلمش عشان مش عايز يصحى الصبح بدري. طيب. ابوه مش عايز يزعله يعني. يا عم شعبان، يعني عشان نستمتع معاك بس قول الوقت. انت بتقول المفاتيح دي بتاعت ايه المفاتيح، ولا هي كده مفاتيح وخلاص؟ مفتاح المنطقه ده الكبير، ده مفتاح المنطقه، وده مفتاح الشقه، وده مفتاح الباب اللي جوه، والصغار ده بتاع الدولاب. ده بتاع الدولاب صغير، مفتاح صغير كمان. وده يعني لما تحطهم في جيبك، يعني الناس تحط المفاتيح او تعمل لها سلسله. دي ميداليه كبيره، ميداليه. دي ميداليه. ميداليه جرافات يعني. وتصميم اللبس ده يعني مش عارف، ده بيجيب بيقعد بيعمل ده ازاي يعني؟ هو ده قماش ولا هو بيقعد يقسمه؟ لا قماش يا استاذ، والترزي بيفصله. ده ميسي دلوقتي بيعمل نفس الحكايه دي. ميسي بيقلدك؟ نفس الحكايه دي. هات على النت دلوقتي تلاقيه كل بدله عندي هو جايب واحده زيها. بقى ميسي اللي قاعد في برشلونه وبيجوب العالم حقيقي، حقيقي شعبان عبد الرحيم عم شعبان. طب ما هو النت وقت وطلع له بنوريله. ما هو انا عارف. انت شفت ميسي لابس حاجات شبه اللي انت عاملها؟ كتير. كل بدله بتاعتي هو جايب واحده زيها. يعني هو بيتفرج عليا في البرنامج ده يروح جايب واحده زيها تاني يوم. بيقلدك ابن اللذينة ده. بس انت ما فكرتش مره عم شعبان تلبس بدله عاديه، تقول كده لما اشوف بدله عاديه كده؟ او والله انا يعني فكرت ان انا اجيب بدله اروح اعز بيها، بس برضو ببقى متعكن ان انا لابسها. يعني ببقى مش في الفورمه. لانك مش هينفع تروح العزا كده. ساعات اروح كده بس ما بخشش جوه ده. يعني بسلم على اللي هو صاحب الميت وبقعد في اول كرسي كده، بحيث ما تبقاش جوه هم. وبعدين عارفين ان انا بلبس كده. لا اصل دي حاله تعبر عن الفرحه والالوان، كانك في شم النسيم فانت داخل تعزي. لو الناس مش عارفاني. انما الناس عارفين ان شعبان هو بيلبس كده، وهروح اغير البدله دي هجيب واحده ثانيه برضه ملونه. فمش هيزعلوا لو انت دخلت العزا كده؟ لا بس ما بغوطش بقى عند الناس اللي هي مش هتستوعب الحته دي. بتقعد في 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 اسلم على صاحب الميت واروح قاعد جنبه اول واحد. وخلاص، وبعدين الربع الاولاني وامشي. دايما بتعمل كده. يعني يا رب ما حدش يجيلك في حاجه وحشه